الصديقات والأصدقاء، لا أجد الكلمات المناسبة لأعبر لكم جميعا وبصفة خاصة لسعد السلام الطيب وللفريق المشرف والمنظم للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة. السينما هي الحلم، هي الحرية، هي السفر بعيدا بأحلام بلد، بأحلام جيل، بأحلام مواطنات ومواطنين. سعد السلام، شكرا جزيلا أن منحت لهذه المدينة القدرة على معانقة الحلم، ولشباب هذه المنطقة وهذه الجهة القدرة على الاستمتاع بالسينما والسينما الجميلة، وشكرا على الاشتغال على الذاكرة وعلى المصالحة. وأود في كلمات قصيرة أن أحاول أن أختصر المشروع، مشروع المصالحة الذي قاده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في المملكة المغربية لوضع حد لمسلسل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولفتح آفاق واعدة أمام المواطنات والمواطنين لممارسة كافة حقوقهم بكل حرية وبدون أدنى عقدة ودون خوف. كثير من دول العالم اشتغلت على المصالحات، اشتغلت على لجان الحقيقة في إفريقيا، في أمريكا التي خاصة، ونحن البلد الوحيد. كثير من الدول والمجتمعات اشتغلت على المصالحات وأنجزت هذه المصالحات عبر آليات لجان الحقيقة. في جنوب إفريقيا بعد انهزام الأبرتايد ووصول نيلسون مانديلا والثورة ونجاح التحرير، في أمريكا اللاتينية بعد نجاح الثورات الشعبية، نحن البلد الوحيد في العالم الذي قاد عملية مصالحة عميقة وشاملة في ظل نفس النظام السياسي وفي ظل نفس الدستور ونفس القيم. فبجرأة بشجاعة سمح جلالة الملك محمد السادس لهذا البلد بأن يجري عملية مصالحة، عملية جبر ضرر، عملية إنهاء سلسلة من المظالم ومن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.